مرحبا بكم أعزائي الطلاب، والجزء الرابع من درس الشكل الظاهري للنبات الزهري. هنبدأ نستكمل في هذا الجزء موضوع الثمار. النوع الثاني من الثمار هي الثمار المتجمعة، ومقصود بيها إن الثمرة بتتكون من متاع زهرة بيكون عديد الكرابل المنفصلة، يعني بتكون الكرابل منفصلة عن بعضها وكلها متجمعة على تخت واحد، زي مثلا ثمرة الفراولة. لما نيجي نشوف الكرابل هتجد في عدد كبير من الكرابل اللي احنا شايفينها دي كلها كرابل من النوع الفقيرة، يعني بتتكون من كربل، كل كربلة عبارة عن مبيض واحد وقلم وميسم وداخلها بذرة واحدة. هذه الكرابل كلها موجودة على التخت اللي لونه أحمر ده. طبعا لما بتنضج هذه الثمرة بتتحول إلى تخت متشحم كبير لونه أحمر، والثمار كلها منغمسة في هذا التخت، علشان كده بيسموها ثمرة متجمعة. طيب الثمار المركبة ده النوع الثالث من الثمار، هي بتنشأ من عدد من مبايض الأزهار اللي بتكون متجمعة مع بعضها. يعني بمعنى آخر الثمرة المركبة بتنشأ من نورة، وكلمة نورة معناها مجموعة أزهار محمولة على ساق واحدة. فلما هذه الأزهار مبايضها كلها تنضج وتديني ثمار، إذن هذه الثمار كلها بتكون جنب بعضها فبتديني ثمرة مركبة، زي مثلا ثمرة الأناناس. ثمرة الأناناس هي كانت نورة نبات الأناناس، فلما نضجت المبايض فأصبحت ثمرة الأناناس المركبة. مثلا ثمرة التين هي عبارة عن إيه؟ نورة داخلها أزهار، والأزهار دي مبايضها نضجت فإدتني مجموعة من الثمار داخل محور واحد اللي هو الجزء الخارجي من التينة دي. فإذا التينة هي ثمرة إيه؟ ثمرة مركبة، لأنها نشأت من نورة التين. نفس الكلام طبعا بالنسبة للتوت، فثمرة التوت هي كانت عبارة عن إيه؟ نورة التوت، ثم بعد النضج أصبحت عبارة عن ثمرة التوت. إذا الثمار المركبة بتنشأ من النورات، والنورة هي عبارة عن إيه؟ شوية أزهار موجودين على ساق واحدة، فلما بتنضج مبايض هذه الأزهار بتديني في النهاية ثمرة مركبة. النوع الرابع من الثمار هي الثمار الثانوية، أو بيسموها ثمار كاذبة. والثمار الكاذبة هي اللي بتنشأ من جزء آخر من الزهرة غير المتاع أو غير المبيض. يعني مثلا عندنا في ثمار بتنشأ من تخت الزهرة، زي ثمرة التفاح والكمثرى. يعني ايه بتنشأ من تخت الزهرة؟ يعني الجزء اللي هو بيؤكل من ثمرة التفاح أو الكمثرى كل ده عبارة عن تخت الزهرة وليس المتاع. طيب فين الثمرة الحقيقية؟ فين المتاع الحقيقي؟ اللي هو الجزء ده اللي بيكون موجود داخل التفاحة أو داخل الكمثرى وداخله البذور، هو ده الثمرة الحقيقية، وهو ده المبيض بتاع الزهرة. ولكن الجزء اللحمي اللي احنا بنأكله ده عبارة عن تخت الزهرة. التخت هنا هو اللي نضج وتشحم ولونه اتغير وأصبح بيمثل الثمرة، أما المبيض فظل صغير في الداخل هنا موجود ملتحم مع التخت، ولكنه عادة لا يؤكل، عشان كده بيسموا الثمار دي ثمار كاذبة أو ثمار ثانوية. بكده بنكون انتهينا من درس الشكل الظاهري لنبات زهري. أتمنى إن أنا أكون قدمته بشكل مبسط ومفهوم، وإن شاء الله نتقابل في دروس قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.